ده وديال كسو دوا ده قرقاد ميديا فضلا دي انو قصبتا سبسكرايب سارا كومبايل كفر وركي ودن بيا الشيخ شريف او محكمة عالمة اللي تيك سدي مدح وين فرماجو كدي مركي لوغو حد قد بي شرفتي سأي سعودالكي او كنت اجر ربي كس مايو مدح وين فرماجو او محكمة ده قبل كبنادر شاقي حدي اد عدالة سمين ايسان او اد اسي منتهين مدح ده خارن كهرأي يكوا حد تاقن بو انا دعوة دي دقاتان حد بم مدح وين شيخ شريف محو قد دعوين يا يا سكدن بي الدعوة دي سوركي قد بي اي دعوان ايسان دعوة دي السبسكراب سارو كمبال كفرو محكمة ده قبل كبنادر او اد لقيا هاي انتي دبضان ان اي اد وحو قنت اسلام مركان لكن كامر قادتو فرماجي خيرا يا شيخ شريف اسكسو هاللي كدب مانتا ايو دعوة حوغن او قد بي خرنكا إن لغسو قربحو حسيايشي محكمة دا ايا لغا ورسوغيا حزبيقا هم اللو قرن اوهو قامن يا مدحويني هورا يا دولة دوكم يلقاركاس اهد شيخ شريف شيخ احمد ايا مانتا شاعيينو دعوات كتلان اهلانتا فولينتا وقود بيا محكمة دا سارة ايا دالكا قبالك بنادر سنوتر إليالس علي حسن او كمي داها قولاها آخر كسره سيداو كلانا آحوغ هياها ورفافين تاحيس بيقاهي ملو قرن او شرجرا ايدكو قبط مغدشا ايا شيغي ان دعوة داسي اي لحريرتو حيرادي نوان لساري شيخ شريف شيخ احمد اسلام مركان الله دهي قبي اهانبو كما دولي كرتيد مغدشا او مآلي كرتيد كسمايو سيداو كلا وحو تلمامي ان اي دونيان ان لغو كلبحو عدالد دالكا سي حالوغو غارو خلافكا كتلا شاي كيس كاسي اسلام مركاني اي امن كا كسوغن ياهي مدحوين شيخ شريف مغالد مغدشو وحاكلا او كو ايدي دولد دالحي ان سي ان شرعيغا وافق سنين اي اولاد لخانتي مدحويني هورا اي شيخ شريف سيد احمد ما دام دالكا او كاني اسيغو بورسدي سواتو مدحوين فرماجو امن كان شرعيغي لبراي او مانت اسيغا كتو مانايو اسلام مركانا نيكي سوق عن قبطي قبي اهام بو كعليي انو ادولو قبلكا اما دقمدا ماشي اللي رياضو جوبلان labi illa baatankii bishii hore ayay ahayd markii dawladda federaalka ay hor istaagtay ku sameyn ku sameeyay hor istaag ku sameyn ku sameysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya xilli uu ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose si uu ugu qayb galo xaflada calan masaarka ee Axmed Madobe talaabadan ayaa waxa si isku mid ah u cambaareeyay hogamiyasha xisbiga mucaaradka iyagoo dawladda dhexe ku eedeeyay inay jabishay sharciga u yaalay dalka hase yeeshay aanan laga yeelin marnaba hadaba dacwadan oo sheekh shariif ka gudbiyay madaxweyne farmaajo iyo xisbiga iyo hay'adda fulinta halka ku dambeyn doona wararkayna xiga ayaa ku daawan doonta daawadayaal subscribe saaro kumbeel ku furo oo daaw wararkii ugu dambeeyay fresh